محمد رمضان يلعب كرة القدم. الغريب في هذا أنه يريد أن يكون نمبر وان في كرة القدم ويرتدي رقم واحد. ما هذا يا رمضان؟ ألا تمل؟ ألا تتعب؟ ألا تفقد حلم الصعود؟ الصعود في كل شيء. كرة التمثيل قلنا نعم، أنت ممثل، الغناء هضمناها وتقبلناها، بقت لك كرة القدم التي بقت لك. لكن حلوة. يقول لك سامك. حلوة بعود يلا. حلوة قالت سامك. حلوة لا لا بس. يخرب عقلك ده أنت مسخرة. السلام عليكم الخوت، كتعاودوا هاني نصتي فرحانين كلشي زين لحظتكم. كنتمنى اللي كيشاهدنا وعجبو الفيديو تفاعل وابوني وفعل الجرس وفرك عارف. اليوم جينا غادي نهضروا على المباراه اللي مباراه وديه بين اساطير كره القدم الافريقيه واساطير كره القدم العالميه. مباراه كانت بمناسبه دائما تكون كل سنه بمناسبه كاس بمناسبه المسيره الخضراء عفوا بالمغرب، وتلعب بمدينه الصحراء العيون الصحراء. هذه المباراة الذي كان غريب فيها وجود رمضان، محمد رمضان. ما هذا يا محمد رمضان؟ محمد رمضان فعل كل شيء، ممثل ماشي، مغني قلنا ماشي، كرة القدم. والغريب في الأمر أنه لعب فقط 12 دقيقة، ربما لم يلمس كرة القدم، لمسها مرة واحدة. لماذا محمد رمضان يلعب كرة القدم؟ لا نعرف. والمشكل الغريب في هذا يا اخواني، المشكل الغريب انهم يقولون ان مباراه بين اساطير كره القدم الافريقيه وكره القدم العالميه. راينا في الفريق العالمي يوجد ريفالدو، يوجد كريسبو، يوجد مدافعين اوروبيين عالميين، يوجد الونسو، يوجد لاعبين بلا بل اساطير خالده في كره القدم، التاريخ يحكي عنهم، لست انا من احكي عنهم. كريسبو راينا ماذا فعل مع انتر ميلان وماذا كان يفعل، مهاجم من الدرجة الأولى. ريفالدو لست أنا من أتحدث عن تاريخه مع برشلونة وتلك اليسرى السامة التي يملكها. اسم على مسمى، فريق النجوم العالميين الإفريقية كذلك. هنالك صامويل إيتو، أنا اللاعب الذي نسأت أقف عنهم كثيرا هما صامويل إيتو وأبو تريكا وقمعة، هذه الثلاثية يا حبيبي، وأيضا نور الدين نيبت لاعب المغرب. هذا الرباعي يا حبيبي، هذا الرباعي اللي ما عرفش هذا الرباعي وما شافهمش وما شافش الكره ديالهم وما استمتعش بالمباريات ديالهم وما شاف والو في كره القدم. غنتحدثوا على هذا الرباعي، ولكن الان نكملوا مع محمد رمضان. محمد رمضان كاين مع نجوم افريقيا، الفنا في كل موسم، تعودنا انهم في كل سنه من هذه الاحتفاليه ياتون بفنان. ذلك الموسم اتوا بعبد الرحمن ايكو، اتى، ولكن أن عبد الرحمن إيكول هو أيضا يلعب كرة القدم، نراه في جمعيات، في مبادرات، في فرق للفنانين، يعني يلعب كرة القدم، نعرف أنه يلعب، يأتون بفنان يلعب كرة القدم. محمد رمضان لم نرى منه شيئا في كرة القدم، 12 دقيقة وخاوت وغادر. هل أتوا به فقط من أجل محمد رمضان ليراه العالم؟ لا نعرف. إذا كانت هكذا فلماذا سميت مباراة بين أساطير إفريقيا كرة القدم وأساطير إفريقيا في كأس العالم؟ نحن ليس هنا لانتقاد محمد رمضان، لا بالعكس، محمد رمضان أعطى جوا غريب للمباراة بكل صراحة، لأنك ترى لاعب مغني ولم يسبق لك مشاهدته يلعب كرة القدم. أنا لم يسبق لي مشاهدة لأن أحكم على لاعبي هو لاعب أو لا، ولكن 12 دقيقة وخرجت غريبة بعد الشيء. الآن رمضان نتمنى منك المواصلة، ادخل عالم كرة القدم، احترف، أنت ستفعل كل شيء، احترف، ادخل، العب مع فريق عالمي، فريق محلي، اصنع تاريخ في كرة القدم، صنعته في الغناء وفي التمثيل، لماذا كرة القدم؟ لماذا تلعب في مباراة دولية احتفالية؟ العب مع فريق رسمي واصنع أنت أيضا العالمي في كرة القدم، وغني في مباراة كرة القدم، أو اصنع فيلم ولعب فيه ممثل وممثل كرة القدم وتفوز بكأس العالم في ذلك الفيلم. حاول أن تمزج الثلاثة في عمل فني، ربما سيعطي بوم 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 في العالم. بكل صراحة حاول يا رمضان تخدم هذه المعادلة، كرة القدم والغناء والتمثيل، وادمجهم في عمل فني، وأرنا لكي نشاهد في عمل فني سنصدق أنك تلعب كرة القدم. المهم أنا تحدثت عن الثلاثي الذي بصراحة 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 أدهشني رؤيتهم معا بطريقة لا يمكنني إلا أن عندما شاهدتهم
الفرحة ليست فقط في ابتسامتي بل في عينيه، لأنني أشاهد نجم بقيمة أبو تريكة وفي هذا السن وفي هذا العمر ويراوغ ويمتع، وأسيستاتي التي كنا نتعود عليها. يا أبو تريكة لو حضرت في هذا الزمن، وحضر في هذا الزمن أبو تريكة، لو حضر في هذا الزمن كان سيصنع العجب، سيصنع العجب. أنا رأيتي شنو والأراه البارحة وأقول هل حقا هذا اعتزل ووصل لسن كبير ويلعب بثقة ويلعب بفكر ولا يخدم السرعة ويظهر مهارته، لا يلعب بعقله فقط وترى متعة من عقله، من عقله ترى المتعة. رأينا الأسيست الذي ضيعها كرة تيك تاك تيك تاك تيك تاك وصل بها حتى المربع أضعها. رأينا أيضا قم معي أخي الصخرة باقي صخرة باقي 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 لم يتراجع مستوى، أنقذ كرات جميلة وتفاهم هو والنبت. لماذا قلت لكم هذا الثلاثي؟ قمعة والنبت تفاهم ثنائي، هذا كان قائد المنتخب في الدفاع وهذا كان القائد لمصر في الدفاع، وتناغموا الأمس، تناغموا كونوا ثنائي عالمي جدا، ومعهم أبو تريكة يا حبيبي، أبو تريكة يا حبيبي. والله هذا اللاعب هذا فخر، وهذا اللاعب مخصص لي حلقة لوحده سأتحدث عنه في حلقة ستكون ربما أجمل اعتراف من مغربي في حق أسطورة مصر الأول، هذه اللي كلنا متفقين عليها، أسطورة مصر الأول من القديم لحد الآن لم يتخطى أي شخص. لو هذا أبو تريكة لو حضر في هذا الزمن أقسم لكم أنه كان سيحطم كل التاريخ الذي يتحدثون عنه الآن، وأن لاعبين وهذا اللاعب أخي ظلم أنه جاء في زمن قديم وجاء فقط لعب مع الأهلي لم يحترف. لو جاء في هذا الزمن كما قلت لكم نرد النبت، وهذا كونوا ثنائي وقمعة كونوا ثنائي جميل جدا. ورأينا النبت كيف انطلق النبت بهذا السن وشعره شاب، وانطلق من الدفاع واحدة 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 يراوغ وأعطاها لصامويل إيتو، صامويل إيتو أعادها له، هو لا اللعبة بتاع الكبار، لعبة ديال اللعبة الكبار، لأنه إيتو أعطاه الكرة ودخلها وطلب كرة. النبت لم يقف عند الكرة ويستعد للتسديد، كرة قادمة عنده أعادها لصامويل إيتو، والهدف الأسطوري الذي باش انتهت المباراة، هدف إيتو على طريقة الكبار. إيتو كبر، أصبحت عنده الكرش، أصبح عنده الكرش، يعني المعدة أصبحت عنده، ومع ذلك لازال يمتع يا حبيبي. أقضي عندما تكون لاعب كبير وتكون لاعب أسطورة وممتع وحاسم وبارع وماهر، حتى وإن مرت عليك الزمان تلعب على الواقف وتمتع. مباراة البارحة أفارقة متعونا بكل صراحة، ولكن بعد التغييرات وحصلت التغييرات التي خرج على إثر اللاعبين، وأيضا المباراة هي فقط عبارة عن 60 دقيقة لأنهم لا يمكن أن يعطونك 90 دقيقة، ولكن أنا ضد هذه الفكرة. لو لعبوا 90 دقيقة كانوا سيمتعون، أنا متأكد من هذه الفكرة، ولكن لعبوا على قد طاقتهم وأمتعونا بصراحة. والحارس الإفريقي المصري أيضا أنقذ كرات جميلة جدا. هذا الموسم أتوا بلاعبين بكل صراحة لاعبين قيمتهم عالية ولاعبين لن ننساهم، ورمضان هو العلامة الفارقة في هذه المباراة، لن تنسى أبدا أبدا. شكرا لك يا رمضان على حضورك لهذه المباراة. السلام عليكم.